هنحاول قدر الاستطاعة نحكي تفاصيل وقصص قد ننفرد بيها عندنا في البرنامج من داخل بيت لحم الفلسطينية، عائلة من العائلات المسلمة، ويمكن حضراتكم عارفين القصة دي، هي اللي بتتوارث مفتاح كنيسة القيامة، واحد من أهم المفاتيح زي مفاتيح العودة الفلسطينية. معانا عبر زوم السيد أديب جواد الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة. أهلا بيك يا فندم. مساء الخير. مساء الخير لك وللقائمين على هذا البرنامج وللشعب المصري أجمع. مساء الخير علينا جميعا، كل الأمنيات اللي من القلب والعقل والروح بأنه ربنا يزيح هذه الغمة وأن تتوقف هذه المذابح وأن تصبح فلسطين فلسطينية بالكامل لكل شعبها، وحلمي على كل أراضيها، لكن هنقول إيه، آدي الله وآدي حكمته. أستاذ أديب، يمكن كلمني على عائلتكم الكريمة التي استؤمنت على مفتاح كنيسة القيامة، كم سنة مستأمنين على هذا المفتاح؟ في بداية الأمر أخي الفاضل دعني أشكرك على هذه المقدمة، مقدمة فعلا قد أدمعت عيوني، وهذا ما دائما نتمناه من كل عربي شريف، بأن يعطي مقدمة، يعني مقدمة ولا أروع. شكرا لك على هذه المقدمة. ما خلت ليش شيء أحكي، يعني أنت حكيت بداية ووسطا ونهاية. طبعا نحن عائلة الحسيني هي أقدم عائلات بيت المقدس في مدينة القدس. وظائفنا هي وظائف شرفية، وظائفنا حتى هذا اليوم هي أمانة مفتاح كنيسة القيامة وحمل الختم المقدس ومشيخة الأقصى الشريف. طبعا الحكاية بدأت منذ عام 1187 عندما حرر القائد صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس من يد الصليبيين، فكان له نظرة لكنيسة القيامة، لحماية كنيسة القيامة للأمد البعيد. طبعا كان في هناك عهدة تسمى العهد العمرية، وهي طبعا الشرارة التي انطلقت من بيت المقدس وانتشرت في العالم أجمع من ناحية التعايش الإسلامي المسيحي. طبعا عند وفاة سيدنا عمر قد توفت هذه العهد العمرية مع سيدنا عمر. طبعا صلاح الدين الأيوبي تفاجأ كيف لهذه العهد العمرية، وهي التي تتكلم عن التعايش والتآخي الإسلامي المسيحي، قد توفاها الله بوفاة سيدنا عمر. فكان له رأي ومشورة لرؤساء الكنائس في ذلك الحين. طبعا نحن نحكي على ما يعادل 850 عام، 1187 حتى تاريخ اليوم هي 850 عام، بأن يقوموا بتسليم مفاتيح كنيسة القيامة لشيوخ الأقصى، وهي عائلة الحسيني والتي تنتمي إلى عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكونوا الأمناء وليحموا كنيسة القيامة للأمد البعيد. فوافق في ذلك الحين رؤساء الكنائس وتم تسليمنا مفاتيح كنيسة القيامة من قبل رؤساء الكنائس. طبعا مفاتيح كنيسة القيامة نتوارثها أبا عن جد. أنا ورثتها عن والدي بسنة 1992 رحمه الله، كان شيخ الأقصى الشريف، ومنذ ذلك الحين وأنا في هذه الوظيفة ما يقارب 51 أو 52 عام. هي أمانة شديدة الأهمية أستاذ أديب، وأمانة قد تكون في بعض الأحوال بقدر ما هي محببة إلى النفس بقدر ما هي ثقيلة، مش ثقيلة على النفس وإنما ثقيلة في حجم مسؤوليتها. هل بتصادفون أي سخافات معتادة طبعا بحكم العادة وبحكم التركيبة من الاحتلال؟ طبعا دعنا نحكي على الأمانة. الأمانة هي طبعا هي ثقيلة، الأمانة رفضتها السماوات والأرض وقبلها الأنبياء، وإن شاء الله نحن سنحذو حذو الأنبياء، إن شاء الله ربنا يعطينا هذه الشهادة أو هذه المهمة الثقيلة. طبعا نحن نعاني منذ الاحتلال، منذ 48 و67
وحتى تاريخ اليوم نحن نعاني عن الاحتلال. الاحتلال يضايقنا جدا، الاحتلال دائما يبث الفتن بيننا وبين إخوتنا المسيحيين، لكن يعني في نهاية المطاف نحن نقول نتمنى للعالم بأن تكون العلاقة بين المسلم والمسيحي كما هي العلاقة بين المسلم والمسيحي في القدس. طبعا أنا ثقيلة على قلبي دائما أن أقول مسلم ومسيحي، نحن في بيت المقدس ما في عندنا هذه النظرة مسلم ومسيحي، نحن أخوة في الدم، نحن نعاني نفس المعاناة، نحن نعيش في خندق واحد، نشارك أفراحنا وأعيادنا. يعني نحن في بيت المقدس نحتفل بعيد الميلاد المجيد، نحتفل في رأس السنة كما وإخواننا المسيحيين يحتفلوا معنا برمضان، يقوموا بإعداد الإفطارات أيضا في بيتهم في رمضان ويحتفلون معنا في أعيادنا في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. نتمنى أن تكون هذه العلاقة التي تتواجد في بيت المقدس أن تنتشر في هذا العالم. نتمنى ذلك، نتمنى ذلك. أتمنى ليكم عام قد يجلب سعادة ما، أن أتمنى ليكم أنه عام 2024 يكون أفضل كتير من 23، وإن كان حتى 23 اللي بدأ بانتفاضة أو اللي كان بينتهي بانتفاضة الأقصى ومهما بلغ عدد الشهداء فهو صرخة مدوية في وجه العالم وهو ألم حقيقي في قلب الاحتلال الصهيوني. ربنا سبحانه وتعالى قادر يقوينا جميعا حتى نتخلص منه بشكل نهائي. أنا أشكرك جدا 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 سيد أديب جواد الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة، محدثنا من بيت لحم الفلسطينية. أنا تشرفت، شكرا ليك.